السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الكيكه بالبرتقال بثلاث طبقات. كما كتعرفوا البنات دابا هذا هو وقت الوقيته ديال الليمون، هذا علاش قررت نتقاسم معكم هذا التورته. قلت علاش ما قاسمش معكم هاد الكيكه ديال ثلاث طبقات، وكل طبقه مختلفه على الاخرى، والمذاق وكذلك المذاق مختلف. الصراحه كتجي هائله، زوينه بزاف، كتعجب الصغير والكبير. قبل ما ندوزو نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، نبغي نقول لكم لاول مره كتشوف لاشين ديالي ولا فيديوهات ديالي، مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد، وما تنساوش كذلك الضغط على زر لايك وبارطاجيو البنات القناه مع الاصدقاء والاحباب. ندوزو دابا نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. ندوزو المقادير. الطبقه الاولى عندي هنايا كاس ديال الدقيق ديال العنبه ديال الحلويات، وعندي 4 كاس ديال الحليب، وربع كاس ديال الزيت، وربع كاس ديال سنيده، وربع كاس ديال الليمون معصر، عندي رشه ملح، خميره ديال الفاني، وخميره ديال الحلويات جوج معالق صغارين، وجوج بيضات. بسم الله غادي نديرو جوج بيضات. يلا دابا غادي نخلط البيض ديالنا مزيان، نطربهم. من بعد ما طربنا البيض مزيان حتى كيجي على هذا الشكل، كندير سنيده 4 كاس، كو سنيده والبيض ديالنا عاوتاني مزيان، كنطربوهم. الفاني، بيصه د الملح، رشة ملح. كنخلط الفول سنيدة والبيض وخميرة الفاني، كتعطينا واحد النكهة زوينة، شوية الملحة مزيان. كنطربو البيض وسنيدة مزيان. دابا كنضيفو الزيت بشوية بشوية باش كيتجانس الخليط، طلعنا لاجينواز ديالنا زوينة وتسقنا. دابا كنضيفو الحليب 4 كاس الحليب، نص كاس ديال الليمون باش يعطينا النكهة وكيعطي واحد المذاق زوين لاجينواز ديالنا. كنضيفو دابا الدقيق، دابا كنضيفو كاس الدقيق بالتدريج، الدقيق ديالنا. دابا كنضيفو الخميره ديال الحلويات، دابا البنات من بعد ما خلطنا الجينواز ديالنا كنجيبو هذا المول، هذا يكون فيه هذا المول عندي فيه 24 سنتيم، وكندهنو بالزيت وكنرشو بالدقيق باش ما تلصق لنا الجينواز ديالنا. الجينواز ديالنا دابا غادي ندخل الفران. البنات من قبل راني شاعله الفران ومنقصالو العافيه، انا من قبل راني كنشعله الفران ونقصولو مزيان عافيه مهيله. دابا غادي ندخلوها الفران وندوزو لتحضير الطبقه الثانيه. بعد ما طابتنا لاجينواز ديالنا كنجيب هاد لي كوردو هادو ولا الفرشي ونثقبها مزيان. دابا كنجيب الحليب ولا الليمون كنسقيها، كنسقيها مزيان البنات، سقيوها هي سخونه. بعد ما سقيناها نخليوها على جانب، وغادي ندوزو الكريمه ديالنا اللي كان غادي نحضروا ديال التورته ديالنا، غادي نحضروها معاكم. كنحتاجوا
نص سيترو ديال الحليب، غادي نحتاج نص سيترو ديال الحليب والكريم باتيسير. البنات يمكن لكم ديروا نتوما النشا ولا اي حاجه ديال الكريم باتيسير، كما قلت لكم كلكم تعاودوا بالنشا ولا مايزينا. كريم باتيسير كيعطي واحد المذاق، واحد النكهه غزاله. نبقى نحركو مزيان، نديرو في حليب بارد ماشي سخون باش ما يتكور. نخلطو مزيان الحليب والكريم باتيسير، بعد ما حركنا مزيان كريم باتيسير والحليب، دابا غادي ندير 3 د المعالق ديال السكر سنيده على حسب الذوق، 3 حتى 4 د المعالق على حسب الذوق. نخلط مزيان، دابا من بعد ما خلطنا المكونات بثلاثه كريم باتيسير وسنيده والحليب، غادي نديوها نحطوها فوق البوطه حتى تجمعنا الكريمه ديالنا، ونديروا العافيه مهيله مع التحريك المستمر. انتما البنات بعد ما الكريمه ديالنا هي حصلنا عليها، حطينا على البوطه مع التحريك المستمر عافيه مهيله. دابا غادي نجيبو لاجينواز ديالنا، غادي نخويوها فوق لاجينواز. وغادي نديوها للمجمد تبرد لنا، خليوها في الثلاجه تبرد على ما نوجدوا الكريمه ديالنا الثانيه ديال الليمون. دابا البنات بعد ما حضرنا الطبقه ديال لاجينواز ديالنا والطبقه ديال الكريم باتيسير ومع الحليب وشويه ديال السكر على حسب الذوق، دابا غادي ندوزوا للطبقه الثالثه. غادي نحضروها، عندي هنايا نص سيترو ديال الليمون وسنيده وجوج فلو ديال الفاني فلو. دابا الليمون هذا علاش قلت لكم البنات، دابا الليمون هذه هي الوقيته ديالو، علاش ما نحضروش بحال هاد طورطه الليمون، يمكن لكم تحضروها بالحامض، انا حضرتها بالليمون. نجيبو هاد الكاسرونه، غادي نديرو فيها نص سيترو ديال عصير الليمون بعد ما عصرناه وصفيناه من داك العظام وداك الرغوه كتكون فيه. دابا غادي نضيفو فلو ديالنا، غادي نحرك مزيان، دابا غادي نديرو 3 د المعالق ديال سنيده على حسب الذوق، غادي نحرك حتى تجانس لنا الحليب عفوا الليمون وهذا وفلو ديال الفاني وسنيده مزيان. دابا غادي نديروها على البوطه، نحرك البوطه العافيه مهيله البنات مع التحريك المستمر حتى يتجانس لنا الخليط ديالنا مثل الكريمه ديالنا. من بعد ما غلات ليا الليمون ديالي وسنيده وفلو، غادي نصفيه صفايه نحيدو منو داك الهضمان. دابا بعد ما جبنا الطبقه الثانيه لاجينواز ديالنا والطبقه الثانيه كانت عندنا في الثلاجه ديال الحليب والكريم باتيسير، دابا غادي نضيفو الطبقه الثالثه وغادي نديروها اللي حضرنا بالليمون وفلو. غندير هاد المعلقه هكا وغادي نبدا نخوي الكريمه ديالي
هكا حيت سخونه باش ما تذوب لي. درت هاد المعلقه هادي حيت الكريمه سخونه، غادي تذوب لي الكريم التحتاني ديال الباتيسير والحليب. دابا غادي نديوها للثلاجه تجمد ونتلاقاو على الشكل النهائي وطريقه التزيين. هانتوما البنات، هذه هي الطورطه ديالنا ديال ثلاثه الطبقات من بعد ما بردت لينا، فكان هذا هو الشكل النهائي ديالها. هانتوما البنات، دابا غادي ندوزو لطريقه التزيين، غادي نزينوها كل واحد والطريقه التزيين ديالو. دابا غنخليكم مع طريقه التزيين. غادي نزينها بهاد القطع ديال الحامض، كلكم البنات زينوها بالحامض ولا بالبنان ولا كل واحد والطريقه الاختيار ديالو ديال التزيين، ولا بالبنان ولا انا هذا هو طريقه التزيين ديالي. كلكم تزينوها بالبنان ولا الاناناس ولا الكيوي ولا اللي عندكم توفر، ولا التفاح ولا اللي عندكم. انا هذه هي الطريقه ديالي ديال التزيين، ولا يمكنكم تخليوها هكاك، صراحه كتجي لذيذه بزاف. هذه هي التورته ديالي، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. صراحه كتجي لذيذه ورائعه في المذاق، وحتى في المكونات ديالها كي كتشوفوا معنا ساهلين وبساط وكيتواجدوا في اي بيت. دابا ندوز هانتوما البنات، هذه الطورطه ديالنا ديال ثلاثه الطبقات وديال الفلون وديال الليمون، كتجي لذيذه وزوينه ورائعه في المذاق. نتمنى انها تنال الاعجاب، صراحه كتجي لذيذه ورائعه في المذاق. حتى المكونات كي كتشوفوا معنا ساهلين. لاول مره كتشوف القناه ديالي، ما تنساش تفعل الجرس وتضغط على زر الاشتراك في القناة، ونتلاقاو البنات في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. يلا بسلام عليكم.